بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنتناول النهاردة الفصل الثاني من أساسيات سيم ميكانيكس. هنتناول في الفصل دوت بعض التعريفات الهامة اللازمة لتصميم أي نظام ميكانيكي بصورة عامة وفي سيم ميكانيكس بصورة خاصة. النقطة اللي هنقولها اللي هي أول حاجة درجة حرية الحركة اللي هي degree of freedom، نظم الأحداثيات اللي هي coordinate systems، اتجاه الجسم body orientation، مصفوفة عزم القصور الذاتي inertia tensor، طول الحركة state of motion. أول حاجة درجة حرية الحركة اللي هي degree of freedom. يعني ايه degree of freedom؟ عموما في الحياة العامة degree of freedom بتاع الجسم هو عدد الاتجاهات اللي يتاح للجسم التحرك فيها. يعني الجسم مثلا نقول القطار، مثلا القطار ده عدد الاتجاهات اللي ممكن بيتحرك فيها، بيتحرك في اتجاه خطي، اما لقدام يعني في اتجاه خط مستقيم لقدام والورا، ده بالسالب وبالموجب، يبقى ده كده عنده حرية حركة واحدة بس في خط مستقيم. طب لو عندي لا نفترض مثلا هو ده محور الاكس، مثلا بيمشي كده القطار في خط مستقيم في محور الاكس. طب نفترض ان في عندنا جسم بيتحرك لا في الاكس وفي الواي، يبقى كده عندنا درجة حرية الحركة بتاعته 2. طيب ناخد مثال ايه تاني، مثلا البندول مثلا كده بالنسبة للحركة الخطية، وبرضه بنحسب الحركة او الحركة الزاوية اللي هي الدورانية. لو عندنا بندول مثلا بيلف، هيبقى نخلي البوينتر يبقى باين على طول. تمام، البندول مثلا بيلف حوالين محور في زاوية واحدة او بزاوية واحدة، يبقى كده برضو عند واحد ديجري اوف فريدم، او ديجري اوف فريدم بتاعته هي واحد. طيب نقول مثلا ايه، مثلا الطيارة، مثلا الطيارة دي بيبقى عندها 6 ديجري اوف فريدم. ليه؟ عشان بتمشي في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه الزد، وكمان بتلف بثلاث زوايا دوران. ده كده عموما. طب في سيم ميكانيكس ايه الجديد؟ ان هو بيعرف درجة حرية الحركة نسبيا بين كل جسمين متوصلين بوصلة. يعني ايه؟ يعني هو بيمسك كل جسمين متوصلين مع بعض بجوينت او بوصلة، ويشوف ان الجسم الاولين دوت بيتحرك بالنسبة للجسم التاني دوت، يعني مسموح له يتحرك في كام اتجاه. مثلا لو احنا عندنا فولوت جوينت زي ده كده، تمام، الجسم الأزرق بيتحرك بالنسبة للجسم الأحمر بزاوية دوران واحدة اللي هي حوالين مثلا المحور دوت اللي هو مثلا نفترض الإكس مثلا. تمام، يبقى كده عندنا درجة حرية حركة واحدة. نيجي نبص للوصلة دي، وصلة اللي هي البريزماتيك أو الوصلة الانتقالية، الجسم الأزرق برضه بيتحرك بالنسبة للجسم الأحمر في المحور ده بس، يعني حركة في اتجاه واحد، يبقى برضه عنده حرية حركة واحدة. طيب نبص للوصلة الحلزونية، الجسم الأزرق برضه بيتحرك بالنسبة للجسم الأحمر، أول حاجة حركة خطية في اتجاه المحور دوت فورد إكس، وبعد كده في حركة كمان دورانية إن هو بيلف حوالين المحور ده، نفترض اللي هو محور إكس برضه، يبقى كده عندنا 2 ديجري أوف فريدم، أو ديجري أوف فريدم بتاعتنا 2، درجة حرية الحركة 2. طيب نبص للوصلة الكروية، الوصلة الكروية دي الجسم الأزرق بيلف حوالين الجسم الأحمر بثلاث زوايا دوران، زي ما شايفين في الرسمة كده في ثلاث محاور دوران بيلف عليه بيلف بيه، يبقى كده ديت عنده ثلاث اتجاه، ثلاثة ديجري اوف فريدم، او ديجري اوف فريدم بتاعته 3. طيب ده كده بالنسبة للوصلات المستقلة. يجي بقى سيم ميكانيكس يحسب الكلام دوت لكل وصلة عندنا في النظام بتاعي. مثلا لو احنا عندنا مثلا دوار روبوت سطحي اللي هو بلانر، يعني بيمشي في البلان، بيمشي في الاكس والواي بس في 2 دايمنشن يعني. طيب البلانر روبوت دوت عبارة عن هنا في وصلة ولود، وهنا في داع او لينك او قضيب يعني، وبعدين هنا في وصلة تانية ولود دورانية، وهنا في قضيب، وبعد كده وصلة تالتة دورانية، وبعد كده قضيب، خلاص كده. طيب عايزين نحسب عدد الديجري اوف فريدم بتاعة الروبوت ده. يجي السيم ميكانيكس يمسك كل جسمين مع بعض، اول حاجه الجسم الاولين القضيب الاولين دوت بيلف بالنسبه للارض بوصله بدرجه حريه حركه واحده، يبقى كده عندنا واحد. طيب القضيب ده بيتحرك بالنسبه للقضيب دوت
برضو حركة حركة دورانية، يعني درجة حرارة حركة واحد بيبقى واحد وواحد اتنين. طيب القضيب التالت ده بيلف بالنسبة للقضيب دوت في حركة دورانية واحدة برضو، يبقى كده عندنا كمان واحد، يبقى كده عندنا محصلة الحرية درجات حرية الحركة للبلانر روبوت دوت تبقى تلاتة. طب لو نقول مثلا فرضا مثلا ان احنا كان عندنا هنا الوصلة الأولانية ديت كانت وصلة كهربائية، ما كانتش وصلة دورانية زي دي، كانت وصلة كهربائية زي دي، يبقى ايه؟ يبقى نقول هنا أصلا ديت فيها تلاتة لوحدها، الوصلة ديت فيها تلاتة degree of freedom، هنجمع عليهم واحد وكمان واحد يبقى عندنا خمسة. طيب ندخل بعد كده على نظم الإحداثيات اللي هي coordinate systems. نظم الإحداثيات في السيميكانكس هي كارتيزية تتبع قاعدة اليد اليمنى. الكارتيزية اللي هي إكس واي زد متعامدة، كلهم متعامدين على بعض، تتبع قاعدة اليد اليمنى. إيه موضوع قاعدة اليد اليمنى ده؟ الترتيب بتاع المحاور ده إيه؟ يعني مين منهم إكس ومين منهم زد؟ هو إحنا قلنا المحاور كلهم متعامدين على بعض التلاتة، طب مين بقى إكس ومين واي ومين زد؟ فيقول لك قاعدة اليد اليمنى لو أنا هخلي الإبهام بتاعي يشابه مثلا على يشابه مع محور الإكس كده، هيبقى صوابعي بتدور من واي لزد. يعني انا اخلي الابهام بتاعي يشاور الاكس، الاقي ان اتجاه دوران صوابعي بتروح من الواي للزد. طيب لو اخلي ان صوابعي الابهام بتاعي يشاور للزد، هلاقي صوابعي بتدور من اكس لواي، يعني بيلف كده. لو صوابعي بتدور من اكس لواي يبقى الابهام هيشاور للزد، لو انا صوابعي بتدور من واي للزد يبقى الابهام هيشاور الاكس، لو انا الصوابع بتدور من زد الاكس يبقى الابهام هيشاور للواي. ده كده ده طبعا صابع ايد اليمين يعني، او ايد اليمين، عشان كده بيسموها قاعدة اليد اليمنى. طيب ده كده كل نظم الاحداثيات في السيميكانكس كلها يعني ايه رايت هاند كوردينيت سيستم. طيب عنده بقى ثلاث انواع من نظم الاحداثيات دي. في واحد اسمه نظام الاحداثيات العالمي اللي هو الوورلد كوردينيت سيستم، ده بيبقى واحد بس في النظام كله، ده ثابت ما بيتحركش، يعني المركز بتاعه ثابت، الاوريجن بتاعه ثابت، وكمان المحاور بتاعته مش بتلف، ثابت. وبعدين مركزه بيبقى هو نقطة المرجع بتاعتي، الريفرنس بوينت بتاعتي اللي هي 0 0 0. نبص عندنا مثلا في الموديل بتاعنا البندول اللي احنا عملناه الحلقة اللي فاتت، هنلاقي اللي هي المحور اللي هي الاكس والواي والزد، ودي النقط ده مش بيبقى مرسوم بس هو اللي معروف، يعني هو معروف ان هو نقطة المحاور بتاعته 0 0 0، وديت المحاور نقطة الاصل بتاعت قصدي، وديت المحاور بتاعته. طب لو هنبص لل 3D هو برضه ديت المحاور بتاعت الوورلد كوردينيت سيستم، ثابتة مش بتلف مش بتتحرك، ونقطة الأصل بتاعته عند 0 0 0، وديت واحدة للنظام كله بتاعي. طيب ده كده أول نوع. تاني نوع اسمه نظم إحداثيات النقط الأرضية. إحنا قلنا كل مكنة لازم يكون فيها على الأقل نقطة أرضي واحدة. نقطة الأرض دي بتبقى هي النقطة الثابتة اللي ما بتتحركش بالنسبة للوورلد كوردينيت سيستم أو بالنسبة للعالم الخارجي، دي النقطة الثابتة عندي في المكنة، مش شرط تكون المكنة كلها ثابتة، ممكن أعرف مثلا نقطة ثابتة وأعرف إن المكنة كلها بتتحرك بالنسبة للنقطة دي، أي حركة في اتجاه في اتجاهين في أي عدد من الاتجاهات، 6 اتجاهات ممكن كمان. طيب هل المحاور بتاعتها دي بتبقى متوازية مع محاور الوورلد كوردينيت سيستم دايما على طول؟ يعني ما ينفعش مثلا اعرف جراوند كوردينيت سيستم هو ثابت مثلا لكن المحاور مثلا لا مختلفه، الاكس مثلا ضيق شويه ولا حاجه. طب تعالى نبص عليها في الموديل بتاعنا برضو بتاع البندول، اللي احنا كان عندنا برضو هي نقطه ارض. احنا هنا في حته غلطنا فيها المره اللي فاتت، ان احنا سيبنا الجراوند مش متوصل بالماشين انفايرمنت. في سيميكانكس بيقولوا لازم واحده من الجراوند بلوكس بتاعة السيستم بتاعي واحدة بالظبط تكون متوصلة بالماشين انفيرمنت. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ بنفتح البلوك دوت،
بنلاقي هنا في اختيار اسمه show machine environment quote. لو بنختاره هنا في الاول لقينا في حاجه اسمها الاكس والواي والزد relative to the world coordinate system، بنعرف بس مكان النقطه ديت فين بالنسبه للنظام الاحداثيات العالمي. احنا حاطينها صفر 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 منطبقه مثلا مع المركز بتاع نظام الاحداثيات العالمي. طيب اما عملنا الاختيار دوت كده اهوت، هنلاقيه ان هو طلع علينا بورت ممكن نقدر نوصل بيه البلوك دوت مع الماشين انفايرمنت. تمام. طيب نرجع تاني. تالت نوع عندنا من نظم احداثيات الجسم اللي هو البادي كوردينيت سيستمز. ديت لكل جسم بنكون معرفين شوية احداثيات بتعرف النقط الاساسية في الجسم ده. الاحداثيات دي بتكون متثبتة في الجسم، يعني ايه؟ يعني المركز بتاعها والمحاور بتاعتها بتبقى ثابتة مع الجسم، بتلف وتتحرك مع حركة الجسم. كل نظام احداثيات بيتعرف عن طريق حاجتين، عن طريق مركزه وعن طريق اتجاه محاور اللي هو الاورينتيشن بتاع المحاور بتاعته. بالنسبة طب بعرف يعني بعرف المركز واتجاه المحاور بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنظام احداثيات تاني. طيب تعالى كده الأول نجرب أو نشوف الكلام ده عامل ازاي. هنا مثلا كان عندنا البول مثلا بتاعي، أو تعالى نبدأ بالبول أسهل شوية. كان ايه الموضوع ده؟ تعالى نشوف الشكل بتاعنا تاني برضه عشان نفتكر. كان عندنا بندول، عبارة عن قضيب كان طوله 2 متر، متثبت ان هو بوصلة دورانية ومتصل بيه كرة نصف قطرها متر. تمام. هنا جينا عملنا ايه؟ قلنا ان ايه النقط الاساسية في الكرة ديت، زي ما شفنا هنا في المتطلبات بتاعة الميكانيكس، ان هو لازم على الاقل لكل جسم لازم يكون له 2 نظم احداثيات، واحد منهم هو يكون السنتر جرافيتي او نظام احداثيات مركز الثقل. طيب نبص على الموديل نفسه. نلاقي عندنا ديت البادي كوردينيت سيستمز. اول حاجه البوزيشن بتاع نقطه الاصل الاوريجين بوزيشن فين. هنا لقينا في واحد اسمه سي جي اللي هو سنتر اوف جرافيتي بتاع مركز الثقل، وفي واحد تاني اسمه سي اس 1. السي جي ده بقول هو مركز الثقل بتاعي فين، تمام؟ زي ما شفنا في الرسم هو عند 3 و0. عند 3 و0 تمام. طيب السي اس 1 دوت انا استخدمته في ايه؟ في بالنسبه للكور قلت دي اتعرف فيها النقطه اللي هتتوصل مع القضيب، اللي هتتصل هتتلحم مع القضيب، اللي هي كانت عند نقطه 2 و0. ممكن لو نشيل ديت تبقى العملية أوضح شوية. يبقى دوت مركز ديت نظام احداثيات مركز الثقل. لو بعمل عليه كليك بيكتب لي هنا دوت مثلا center of gravity of pendulum اللي هو بول. يعني بعمل كليك على يعني بنقر على أي نظام احداثيات بيقول لي دوت بتاع مين. التاني بقى استخدمته في ACS1، قلنا دوت قلنا عرفنا بالنقطة اللي هتتوصل معها الجسم ده كده بالنسبة للبوزيشن. طيب هنا اليونتس ديت متعرفة بأنه وحداتها اللي هي متر ولا سنتي ولا ملي ولا أدم ولا خلافه. احنا شغالين بنظام المتر هنا. translated from origin of، يعني النقطة ديت متعرفة بالنسبة لمركز أو الأوريجن بتاع ايه؟
هل بتاع الوورد كودنس سيستم؟ عندنا اختيار التاني للأدجوينج أو سي اس 1. ايه الموضوع دوت؟ أول حاجة احنا قلنا احنا الحالة الحالية ان احنا معرفين ده بالنسبة للوورد كودنس سيستم. يعني باجي في الوورد كودنس سيستم احسب مثلا انا كوضع مبدئي للماشين بتاعتي الكرة هتبقى فين، هتبقى مثلا هتبدأ بعد نهاية القضيب وبعد كده هي نصف خطوة مش عارف متر، يبقى سي اس 1 احطه بالظبط عند نهاية القضيب اللي هي 2.5، والمركز الثقل هحطه عند 3.5 اللي هي بعد متر. طيب ده كلام كويس جدا. طب انا في بقى مشكلة عندي هنا صغيرة، انا لو مثلا حبيت اغير الطول بتاع القضيب ده شوية كده خليته مثلا 1.5 متر، الكلام ده مش هينفع، هيبوظ لي الدنيا هنا عندي. تمام، ليه؟ اللي انا هيبقى القضيب مثلا ممتد لحد هنا وبعدين لسه، يعني لازم بقى عاوز اغير في كل بلوك، يعني عاوز اغير في البلوك برضه، او اقول ان ده هيبدا مثلا عند 2.5 وازود عليه متر يبقى 3.5. طب فرضا انا عندي ماشين كبيره بقى، يعني ماشين كبيره فيها كذا بلوك، هل ان انا اغير في ابعاد بلوك واحد لازم اعدي على كل البلوكات اغيرها؟ يقول لك لا، ده كده ايه، طريقه مش كويسه. ايه الطريقه الكويسه؟ الطريقه الكويسه ان انا اخلي في نقطة واحدة بس مرجعية عندي في كل جسم، مثلا كل جسم اخلي فيه نقطة مرجعية، النقطة المرجعية دي اعرفها بالنسبة لكوردينيت سيستم اللي هي هتتوصل بيه، او ان هي دي مثلا هتبقى مطابقة او بتبعد بمقدار معين عن كوردينيت سيستم اللي هي هتبقى متوصلة بيه او ملحومة بيه. وبعدين يبقى ديت يعني نقطة واحدة اللي هتبقى المشاكل بتاعتي، وبعدين اخليها على جنب، وبعد كده كل المحاور التانية بتاعت الجسم اعرفها بالنسبة للنقطة دي، كل المحاور التانية الكوردينيت سيستمز التانية بتاعت الجسم اعرفها بالنقطة بتاعت المرجعية دي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعال نجرب كده. هنا قلنا ان قلنا دوت اللي هو سي اس 1 كوردينيت سيستم 1، سي اس اللي هي كوردينيت سيستم 1 بتاع الكورة دوت، هيبقى متوصل بآخر القضيب، هيبقى ملحوم فيه بالظبط، يعني هيبقى منطبق على آخر القضيب. طيب ألاقي هنا في اختيار جميل جدا يقول لي إن أنا لا، أنا ممكن أعرف الأوريجين بوزيشن المركز بتاع النظام الإحداثيات بالنسبة للأدجوينج للمجاور، بالنسبة للنظام الإحداثي بتاع الجسم المجاور لي، أختار ده كده. تمام جدا. طبعا لو هعمل الكلام ده لازم اخلي دي تبقى صفر وصفر، يعني هتبقى منطبقه تماما على محاور نظام الاحداثيات اللي هو بتاع الجسم المجاور اللي هو لازق فيه بالظبط. احنا برضو لو نراجع الشكل تاني عشان لو نسينا، لان السي اس 1 دوت ملحوم مع السي اس 2 بتاع البار، اللي هو السي اس 2 بتاع البار اللي هو كان اخره فين؟ كان اخره 2.5، او هو كان مكانه مركزه 2.5. تمام. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده صح ولا بوظ الدنيا. الصورة ده بيحدث على طول العرض بتاعي زي ما هو. تمام جدا، فكرة عدلنا ديت والشكل طلع زي ما هو مظبوط. طب لسه في حتة برضه عندنا، لسه المركز الثقل متعرض بالنسبة للوورد، احنا مش عايزين الكلام ده، احنا قلنا عرفنا السي اس 1 دي هي النقطة المرجعية بتاعتي، المفروض أي نظام إحداثي تاني في الجسم هيتعرف بالنسبة للسي اس 1 ده اللي هو النقطة المرجعية. خلاص أجي هنا أقول إن أنا عايز أعرف دوت بالنسبة للسي اس 1. طيب بالنسبة للسي اس 1 لو هي ديت نقطة مرجعية بتاعتي، هيبقى السنتر اوف جرافيتي ده هيبعد عني قد ايه؟ احنا ممكن نشيل الكلام ده كله خالص عشان تبقى العملية واضحة. السنتر اوف جرافيتي مركز الثقل، لو هعرفه بالنسبة ديت نقطة الأصل بتاعتي، نقطة الأصل بتاعتي هيبقى دوت بيبعد عنها بس واحد بالنسبة للإكس وصفر بالنسبة للواي، والزد طبعا بصفر عشان احنا شغالين في التو دي. طيب يبقى هنا هقول ان ديت واحد وصفر بالنسبة لسي اس 1. طيب اقول اوكي وبعدين احدث الشكل نلاقيه تمام عشان اتأكد بس ان انا بعمله ده صح، يعني او ان هو فعلا بيغير. ممكن نلعب شوية في السنتر جرافيتي ديت، خليها واحد وواحد مثلا، وحدث الاقيها انا اقل ديت بالنسبه لواحد وواحد بالنسبه لنقطه الاصل بتاعت اللي هي سي اس 1 بتاعتي. طيب تاني نرجعه تاني. دي كده اول حاجه. طب تعالى نعمل الكلام ده برضه بالنسبه للبار، عايزين برضه البار ما يبقاش كده كله متعرض بالنسبه للوورد كودنج سيستم.
طب ايه المشكلة؟ افترض مثلا انا حبيت انقل ال انقل ال النقطة الأرضي بتاعتي من واحد من صفر لصفر مثلا، احطها في حتة تانية هتطلع لي ايرور طبعا. يعني نجرب، عايز احطها مثلا في واحد وواحد، الله واحد، اللي يطلع لي رسالة خطأ. رسالة الخطأ بتقول لي لا ما ينفعش الكلام ده، انت كده عندك ريليو جوينت مش مظبوط، يعني الاكسس بتاعته مش راكبة على بعضها. طيب تعالى، يبقى ايه؟ يبقى الكلام ده مش هينفع، يبقى لازم نخلي برضه بالمثل. انا هنا هو البار بتاعي في مثلا عدد من الكوردينيت سيستمز، هخلي في نقطة منهم او كوردينيت سيستم واحد منهم هو مرجعي، هعرفه بالنسبة للجسم المجاور ليا، وبعدين كل المراكز كل النظم الاحداثيات التانية هعرفها بالنسبة لدوت. طيب بالنسبة لنظم الاحداثيات المرجعية بتاعي، ايه هي مركز الاحداث، ايه هي مركز الاحداثيات اللي متوصل بالجسم المجاور اللي هي الجسم الريفرنس مش الفلو اللي هو الجسم المرجعي، ان هو سيس واحد. طيب يبقى اخلي سيس واحد اعرفه بالنسبة للنظام المجاور ليه، تمام، هيبقى بالنسبة له صفر وصفر وصفر، يعني منطبق عليه تماما. انا عايز اخلي الريفوليوت ده عبارة عن بس مفصل دوراني ملهوش اي دايمنشنز، ملهوش اي ابعاد، يعني البار منطبق، الاصل البار منطبق تماما على نقطة الارض. طيب صفر وصفر وصفر، طيب تمام جدا. فاضل بقى عندي مشكلة تانية، انا عايز اعرف كل الاحداثيات التانية بالنسبة للنقطة المرجعية بتاعتي دي. طب تعالى نشوف الشكل، هنا الـ center of gravity مركز الثقل بتاع البار دوت، لو عايز اعرفه بالنسبة للـ CS1 دوت، هيبقى ايه؟ بيبعد عنه برضه واحد في اتجاه الـ X وصفر في اتجاه الـ Y. طب تمام جدا. بالنسبة للـ CS2 دوت بتاع البار، لو عايز اعرفه بالنسبة لل نظام الاحداثيات الموضوع دوت، هيبقى ايه؟ 2 في الاكس وصفر في الواي. تعالى نكتب الكلام ده، هنلاقي ان دوت سنتر جرافيتي واحد بس اعرفه بالنسبه للسي اس 1، الدوت 2 بس اعرفه بالنسبه للسي اس 1. طيب كويس جدا، احنا اخر مره كنا غيرنا مكان الجراوندز فطلع لي غلط، خطأ، رساله خطأ. دلوقتي المفروض تمام، نقل لي السيستم كله لنقطة الأصل الجديدة بتاعة الجراوند اللي هي واحد واحد بدون أي مشاكل. دلوقتي بقى أغير براحتي الجراوند ديت، خليها 7 و7 مثلا، أروح فين أروح فين؟ هناك خالص عند 7 و7، ربنا يجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في عرش إن شاء الله. طيب يبقى كده خلصنا أول نقطة في تعريف، أو أول حاجة بنعرف بيها الكوردينيت سيستم اللي هو المركز بتاع نقطة الأصل بتاعته، تمام. وقلنا الأحسن نعرفها برضو كده. أنا أتمنى إن يعني يكون النقطة ديت واضحة، إن أنا ايه موضوع ان انا عايز اعرف نقطة واحدة في الجسم بتاعي نقطة مرجعية، واعرف كل نظم الاحداثيات التانية بتاعتها بالنسبة للنقطة المرجعية دي، بحيث ابقى انا اكون حر. انا عندي بلوكات كتيرة بغير في بلوك واحد، مش عاوز اعدي على كل بلوكات اغير الابعاد بتاعتها. يبقى كل جسم متعرف بنقطة واحدة فيه اللي هي النقطة المتوصلة بالجسم المجاور، الجسم المرجعي المجاور، بعد كده بقيت النقط متعرفة بالنسبة للنقطة المرجعية بتاعتي دي، تمام. نرجع تاني، قلنا ان احنا ممكن نزود اي عدد من نظم الاحداثيات للجسم الواحد، وقلنا ان احنا بنستخدم نظم الاحداثيات ديت
لتعريف النقط المهمة في الجسم. هي النقط المهمة قلنا أول حاجة لازم السنتر اوف جرافيتي، مركز الثقل، لازم لكل وصلة، يعني الجسم ده هوصله بوصلة تانية، لازم أعرف لكل وصلة منهم، كل مثلا وصلة دورانية وصلة انتقالية وخلافه، أعرف لهم نظام كوردين سيستم زي ما شفنا في البندول. لما كان الباي مثلا متوصل بين نقطتين، متوصل بجسمين، متوصل بكورة في اتجاه ومتوصل بفوليوت في اتجاه، لازم عرفت له اتنين كوردينيت سيستم تانيين، سي اس واحد سي اس اتنين. وكذلك برضه لو احط للجسم ده جهاز قياس سنسور، او احط له اكتويتر محرك، او احط له كونستمنت مقيد حركه، كل واحد من دوت لازم اعرف له نقطه في الجسم، احط له كوردينيت سيستم بتعرف نقطه في الجسم، وبعد كده اوصل الحاجات الاجهزه ديت بيه. تمام. في عندنا شكل هنا بيقول ايه ده، كده عندنا جسم مثلا نفترض هو قضيب، ادي السنتر اوف جرافيتي بتاعته، حطيتها مثلا في 2.5 و 4.5 اللي متعرفه بالنسبه للوالد، وديت في نقطة تانية اللي هتتوصل الأرض، حط لها برضه نظام إحداثياتي تاني هو سي اس واحد. طيب احنا كده قلنا برضه هنا، أو نرجع لنقطة إن احنا قلنا أي نظام إحداثياتي بيتعرف بحاجتين، عن طريق مركزه واتجاه محوره. يعني ايه اتجاه محوره ده؟ بقى هنشوفه في السلايد الجاية. يعني ايه اتجاه محاور نظم إحداثيات اللي هي coordinate system orientation؟ يعني المحاور بتاعة الجسم بتاعي متوجهة ازاي؟ هل هي مثلا يعني في نفس الموازية للمحاور بتاعة الوالد نظام الاحداث العالمي، ولا دورة مثلا بشكل معين؟ نلاقي ان احنا في سن ميكانيكس عنده تلات طرق جديد. يعني الطبيعي في اي في الحياة العامة ان انا لازم ان عندي كوردينيت سيستم بعرفه، اول حاجه اقول المركز نقطه الاصل بتاعته فين، وبعد كده المحاور بتاعته مشوه ازاي، يعني دايره بانه شكل، هي يمينيه مثلا الاكس، الاكس كده والواي كده والزد كده، بس دايره مثلا ازاي. طيب او تمام، نلاقي ان السيميكانكس عنده ثلاث طرق بيعرف بيها اتجاه المحاور ده، عن طريق زوايا الدوران حول محاور الاحداثيات اللي هي بيسميها الاويلر انجلز، تاني حاجه عن طريق حاجه اسمها الكوتينيان، تالت حاجة اسمها روتيشن ماتريكس. اسهلهم واللي احنا نشتغل بيه اللي هي الاويلر انجلز. لو انا عندي مثلا مثال، مثلا ده كده نظام الاحداثيات الاصفر دوت اللي هو النظام الاحداثيات المرجعي بتاعي، عايز اعرف نظام احداثيات تاني يكون شكله عامل كده بالنسبة لنظام الاحداثيات اللي هو الازرق ده، بالنسبة لنظام الاحداثيات المرجعي بتاعي اللي هو الاصفر، اعمل الكلام ده ازاي؟ انا ممكن ابص كده، اول حاجة لو عن طريق يعني في الاولى انجلز، وافترض ان الاتنين في الاول كانوا منطبقين على بعض زي كده، تمام. طيب انا لو هدور حوالين يعني هلف الجسم او هدور الجسم او هدير الجسم حوالين الواي بزاوية كيو، هيبقى الشكل كده، تمام، قريب شوية من اللي احنا عايزين. طيب هل الكيو دي بقى يعني كده اول حاجة لفيت حوالين واي بزاوية كيو، هل اتجاه الدوران بتاع ده اتجاه موجب، يعني في اتجاه الدوران الموجب ولا السالب؟ ده برضه هنرجع لقاعدة اليمين، لو انا حطيت صبع الابهام بتاعي يشاور كده في اتجاه الواي، هلاقي اتجاه الدوران الموجب عن يشاور له باقي الاصابع. نرجع كده تاني للصورة اللي كانت عندنا هنا، فرضا مثلا انا عايز اعرف ايه هو اتجاه الدوران الموجب حوالين الاكس، هخلي الابهام بتاعي يشاور في اتجاه الاكس، بقيه الصوابع او الاصابع هتلف في الاتجاه الموجب، يبقى الاتجاه الموجب بتاع الدوران حوالين الاكس هو من واي لزد في الاتجاه ده كده. طيب ايه هو اتجاه الدوران الموجب حوالين واي، هخلي الابهام بتاعي برضه بتاع اليد اليمنى يشاور في اتجاه الواي، هلاقي ان الاصابع بتلف من الزد الاكس، يبقى ده الاتجاه الموجب. لو نشوف الرسمه بتاعتنا هنلاقي ان احنا لفينا في الاتجاه السالب، اتجاه الموجب زي ما قلنا من الزد للاكس، انا لا انا لفيت في العكس، في من الاكس للزد، يبقى كده عندنا كيو 1 ديت بالسالب. طيب انا هنا اول حاجه لفيت حوالين الواي بزاويه سالب كيو 1، تمام، بقى عندي الشكل ده. نيجي هنا بقى في الكيو، لو هنلف حوالين الاكس نفسه بزاويه كيو 2، هنلاقي ان احنا كده وصلنا للشكل اللي احنا كنا عايزينه.
برضو هل كيو 2 ديت سالبة ولا موجبة؟ هنلاقيها. نبص برضو نحط صوابع الإبهام بتاعتنا في نقطة، بس قبل ما نشوف الإشارة سالب ولا موجب، أنا بلف حول أنه إكس. ما أنا الأول كان عندي كل محور منطبق على بعض، فلفيت حوالين الواي اللي هو الواي بتاع الأزرق والواي بتاع الأصفر، الواي بتاع المرجعي والواي بتاع النظام الجديد أو الناشئ أو الجديد، هيبقوا يعني منطبقين على بعض. لكن أنا دلوقتي لفيت حوالين الواي، فبقى عندي فيه 2 إكس ما شاء الله و2 زد. هعمل إيه بقى؟ هلاقي لا يعني أنه من يعني أيهما من المفروض ألف حواليه؟ يقول لك لا، أنت بتلف حوالين النظام الجديد. أنا خلاص نقلت حوالين الإكس ديت، يبقى أمسك النظام الجديد ده هو اللي هعمل عليه النقلة الجاية، هو الدوران الجاي هيكون حوالين النظام الجديد اللي هو الناشئ. طيب لو أنا لفيت حوالين الإكس بزاوية Q2، هلاقي إن فعلا النظام اللي إحنا شايف كده بقى الشكل اللي إحنا كنا عايزينه في الأول. طيب يلاقي احنا فيها عندنا الاويلر انجلز، قلنا الاويلر انجلز بتتعرض عن طريق 3 محاور دوران بالترتيب، يعني هلف حوالين محور ايه الاول، ثم محور ايه، ثم محور ايه. هلاقي الاول انا عايز اويلر انجلز واي، لان لفيت الاول حوالين الواي وبعد كده اكس وبعد كده زد. طيب لفينا حوالين الواي بماينس كيو، لفينا حوالين الاكس بماينس كيو، ماينس كيو 1 هنا ماينس كيو 2، والزد مش عايزين نلف حواليه عشان احنا خلاص كده وصلنا اللي احنا عايزينه. تفسير الموضوع ده ايه؟ يعني ايه اويلر واي اكس زد؟ يعني دوران حول واي للنظام المرجعي اللي احنا كنا النظام الاصلي الواي اللي هو الاصفر ده، وبعدين ثم دوران حوالين الاكس للنظام الناشئ. بعد ما لفيت هلف، بس هلف حوالين اكس انه اكس، لان النظام الجديد الناشئ اللي هو النظام الازرق بتاعي ده، ثم دوران حوالين الزد للنظام الناشئ. لو انا فاضل انا عايز ادور بعد كده حوالين الزد، يبقى ادور برضه حوالين الزد الجديده الثالثه، مش الزد الثانيه ولا الزد الاولانيه، الزد الجديد، وهكذا. طب بالنسبه للجسم بقى بتاعي، احنا كده قلنا ازاي بحرف اتجاه محاور نظام الاحداثيات. طب انا الجسم بتاعي في كذا نظام احداثيات، في سنتر اوف جرافيتي سي جي، وفي سي اس 1 وسي اس 2، ايهما انا كل واحد منهم ممكن ادوره زي ما انا عايز؟ يقول لك لا، اتجاه الجسم هو مربوط او متعلق باتجاه نظام احداثيات مركز الثقل بتاعه، وده اللي احنا هنشوفه هنا. تعالى كده بص على البار، لقينا دي البوزيشن وديت الاورينتيشن. البوزيشن عرفنا فيها ايه هو الاوريجين بوزيشن، يعني نقطة الاصل متعرفة فين او مكانها فين. الاورينتيشن هتبقى ايه اتجاه بقى المحاور بتاع نظام الاحداثيات ده، هتبقى فين؟ اول حاجة السنتر اوف جرافيتي، اورينتيشن فيكتور بتاعتي هنا زي ما شفنا، ممكن اعرفها عن طريق ايه؟ اما عن طريق الكوتينيان او الثلاثة في ثلاثة ترانسفورم اللي هي روتيشن ماتريكس، او عن طريق شوية اويلرز كتير جدا. ايه الموضوع ده؟ هو هنا دي اللي بتجيب لك كل التباديل بتاعة المحاور، يعني هلف الاول مثلا حوالين اكس ثم واي ثم اكس، ولا اكس واي زد، ولا ايه ولا ايه ولا ايه. تمام، احنا كان مثلا في حالتنا فرضا كانت واي اكس زد مثلا دي. تمام، طيب هنا مثلا قول عايزين مثلا نلعب شوية في الجسم دوت، نخليه يلف حوالين الزد بزاوية مثلا 90، شوف كده ايه اللي هيحصل. في برضه نقطة تانية هنا، ان هي ديت بالنسبة لإيه؟ ما احنا كده قلنا كل حاجة، يعني النظام الاحداثيات بتاعي متعرف بالنسبة لنظام احداثيات تاني، يا اما يكون الوالد، يا اما يكون ادجوينج المجاور، يا اما يكون واحد من نظم الاحداثيات اللي في الجسم نفسه. تعال نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل. بص نلاقي ان الجسم كله اتدور بزاوية 90 درجة، بس الكوردينيست التانية مش مظبوطة بقى، العملية باظت خالص. لو هنلف كده هنلاقي العملية مش مظبوطة نهائي، القضيب بقى شكله غريب جدا. تمام، بس دي اللي احنا عايزين نعرفه، بس ان الجسم اتجاهه متعلق باتجاه دوران مركز الثقل بتاعته، ملوش دعوه بحاجه تانية. طيب
عايزين نعمل حاجة كويسة برضو بالنسبة للأورينتيشن دي. افترض أنا عايز أخلي الجسم بتاعي برضو أحدد اتجاهه زي ما أنا عايز، يعني مثلا فرضا هنا البار كان أوله مثلا أفقي، يعني أول سيميليشن كان أفقي، لا أنا مش عايز أخليه كده، أنا عايز أخليه مايل مثلا أو داير بزاوية مثلا معينة. هعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى عن طريق الاورينتيشن. انا عايز اخلي بقى ايه، يعني اخلي السي اس واحد ده برضه يبقى هنا المفروض تحت، والسي اس اتنين يبقى فوق في اخر القضيب. هعمل الكلام ده ازاي؟ نفس الكلام برضه زي ما في البوزيشن، خلينا في نظام احداثياتي او نظام الاحداثيات بتاع الجسم ده اللي هو متوصل بيه، اللي هو متوصل بالجسم المجاور، الجسم المرجعي المجاور ليا، عرفته بالنسبة لنظام احداثيات الجسم المجاور اللي هو الادرينك، وبعدين عرفت كل نظم الاحداثيات التانية بالنسبة للنظام المرجعي الجديد بتاعي اللي هو بقى اسمه سي اس، اللي هو سي اس واحد. الكلام ده كان في البوزيشن او المركز او مكان نقطة الاصل، هخليه برضه في الاورينتيشن في الدوران في الاتجاه. تمام، هخلي سي اس واحد بتاعي ده أعرفه بالنسبة للأدجوينج نظام الاحداثيات المجاورة، وبعدين مبدئيا خليه زي ما هو، خليه هو يعني محاور موازية لمحاور نظام الاحداثيات المجاورة. نرجع نقول ايه هو نظام الاحداثيات المجاورة عندنا في الموديل بتاعنا اللي هو كان عندنا البار سي اس واحد، ايه المجاور ليه اللي هو الجرام. تمام، وبعدين نرجع لي بقى تاني صفر، هرجع دي اكس واي زد، ده السي اس واحد بقى هو النظام الاحداثيات المرجعية بتاعي، الباقيين كلهم هعرفهم بالنسبة له. تمام، الاقي كده ان العملية كويسة، هجرب احرك. تمام جدا. طيب تعالى عايزين بقى ايه، عايزين نلعب في الكلام ده. دلوقتي انا هغير ده، تعالى كده نشوف برضه، هقول لكم حاجة كويسة، خلي دوت يدور حوالين الزد بزاوية 90 درجة، لأن القضيب بقى نقطة البدء، يعني نقطة الشكل البدائي بتاعه هو فعلا قائم. طبعا الكورة شكلها بقى فظيع جدا، مفيش مشاكل. وتعالى نشوف ايه نظام المحاور دي شكلها عامل ازاي. هلاقي إن طبعا الناس دلوقتي اتلخبطت، تقول ازاي يا عم انت بتقول لي ان اتجاه الجسم بيعتمد بس على اتجاه محاور نظام احداثيات مركز الثقل، اما انا غيرت دلوقتي السي اس واحد لقيت الجسم برضه لف معايا. طب الكلام ده ازاي؟ هقول لان احنا عندنا السي اس واحد احنا لفنا الاول الـ 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 الاحمر ده الاكس والاخضر ده الزد، دايما الاسم الميكانيكس كده، الاحمر زي الاكس والاخضر الواي، انا اسف الواي. طيب لان احنا السي اس واحد لفيناه 90 درجة كده، تمام، بس احنا كنا عرفنا سنتر جرافيتي ان هو موازي للسي اس واحد، فالسي اس واحد لف، لان برضه السنتر جرافيتي بتاعه لف معاه بقى الواي، الاكس بتاعه كده والواي بتاعه كده، يبقى فعلا السنتر جرافيتي بتاعه اتغير، فالجسم اتغير مع السنتر جرافيتي. تمام، نلاقي عشان نعرف ان لسه برضه الكوره نظم الاحداثيات بتاعتها لسه موازيه للوالد كوردينيت سيستم، الاكس مع الاكس بتاع الوالد والواي مع الواي. طيب وده السبب اللي خلاني الشكل بتاعي مش مظبوط، ان الكوره المفروض تبقى فوق ما تبقاش هنا. طيب السبب المشكله دي ايه؟ ان احنا عايزين برضه نعمل الكلام ده في الكوره، ان هنا عندنا النقطه المتوصله بالنسبه للكوره في القضيب اللي هي ايه، سي اس واحد بتاع الكوره، يعني نظم الاحتساب بتاعتها لسه زي الاول، لسه متعرفه بالنسبه للاكس والواي بتاعت الوالد موازيه لي. لا انا عايزها، لا عايزها هي كمان تبقى موازيه، يعني تلف 90 درجه بحيث الكوره دي تتنقل من هنا تلف لفوق بقى كده.
طيب يبقى اعمل الكلام ده برضو بالنسبة للكوة. الكوة ايه النقطة المرجعية بتاعتي؟ هتبقى النقطة المتوصلة بالجسم المجاور. بالنسبة للأورينتيشن برضو هخليها ال SS واحد، هخليها متعرفة بالنسبة للأدجوينت مش بتلف، يعني هي ثابتة أو موازي محورها موازية ليها. والسي جي وان هعرفها بالنسبة للنقطة المرجعية بتاعتي اللي هي السي اس واحد. تعالى نشوف كده ايه اللي هيحصل. اول حاجة تعالى نبص على شكل المحاور. الاكس هو المفروض هيلف دلوقتي حالا، تمام. بقى كده السي اس اتنين بتاع الكورة انطبق على السي اس، انا اسف، سي اس واحد بتاع الكورة انطبق على سي اس اتنين بتاع الخليط، والناقص الثقل بتاع الكورة هو كمان بقى هو موازي للسي اس واحد فطلع فوق. الشكل بتاعنا انظبط بقى، جميل جدا. دلوقتي بقى ممكن ألعب براحتي بالنسبة للزوايا ديت بتاعت سنتر جرافيتي. أول مثلا يلف مثلا 30، طب ايه اللي هيحصل؟ بالنسبة بما إن هي كورة فالشكل مش هيبان، هي كورة بتلف لكن هيبان في المحاور الإحداثيات، لأن محاور الإحداثيات بتاعت السنتر جرافيتي لفت بزاوية 30 بالنسبة للمرجعية بتاعت اللي هي سي اس واحد بتاعت الكورة. طب المثل برضه هعمل الكلام ده في البار. بقى دلوقتي ايه النقطة اللي متعلق منها البار بتاعي اللي هي سي اس واحد؟ هلفها براحتها، هلفها زي ما انا عايز، هلاقي ان القضيب كله بيلف معايا. تمام. يبقى كده خلاص، يكون الكوردين سيستم عرفنا، لازم اعرف البوزيشن بتاعه اللي هو نقطة الاصل بتاعته فين، وكمان اعرف له الاورينتيشن بتاعته اللي هو اتجاه محور موازية او يعني موازية لاتجاه محور نظام احداثيات تاني. وزي ما قلنا ايه هو نظام الاحداثيات التاني دوت، يا اما يكون الوورلد كوردين سيستم، او يكون نظام احداثياتي بتاع الجسم المجاور، او يكون نظام احداثياتي تاني في الجسم نفسه. تمام.